تعانوا من مشاكل مقاومة الأنسولين ما عارفين إيش الحل، جربتوا كل الحلول وما وصلتوا لأي حل، خلنا نشوف كيف كوتش هبة قدرت تتخلص من هالمشكلة. أهلاً وسهلاً. أهلاً. طبعاً مثل ما خبرتكم كوتش مزنة، أنا كنت أعاني من مقاومة الأنسولين، يعني كانت مقاومة الأنسولين مرتفعة معي بشكل كبير، وكان جسمي يعطيني إشارات لكن أنا ما فاهمة كنت هذه الإشارات، ومنها الصداع النصفي اللي دام معي 18 سنة. الحمد لله رب العالمين، كنت دائماً على مراجعات المستشفى، أخذ الأدوية، أخذ المسكنات عشان أتخلص من هذه المشكلة، لكن بدون أي جدوى، لدرجة وصلت أن ينخطف عندي نظر العين يسار. بس بعد استخدام البرنامج الصحة المستدامة ولله الحمد من الأسبوع الثاني قدرت أتخلص من هذه المشكلة وتتعدل عندي هذه المشكلة اللي هي مقاومة الأنسولين. غير عن كذا منها زيادة الوزن، خمول، أرق، صداع، هذه كلها كان مسببات مقاومة الأنسولين. فاللي يعاني من ارتفاع مقاومة الأنسولين عليكم برنامج الصحة المستدامة وفالكم العافية إن شاء الله.